الدولار المبروك خصنا يكون كيلو تستون كيسوا غالي 15 درهم، كيسوا شي 50 60 درهم. حنا ماشي في اوروبا، الدرويش 75 الناس في المية في رمضان، ما كتاكل ما كتشرب، كتاكلو غاب عينو. دابا هاد السيادة المايور صد هاد الوقت كيقول لك 1000 درهم صندوق تستون، كتعطيه 90000 ما كيديهاش فيك، ما كيحسبك شي، كيصبروه كيسيبوه في طرو الزبل. وما كيبيعوش للأمة. شي مقاطعة تامة باقي ما كاينش. سمعنا المقاطعة ديال الحوت ما كاينش. تامة في المتناول. المتناول الحوت غالي. اللي كيبيعوا لنا الحوت صحابي الأرباب هما اللي كيغليو ماشي لحم ماشي واحد كيغليو. اللي كيغليو هما صحابي الأرباب اللي كيجيبوا الحوت بالجملة هما اللي كيغليو. دابا التامة ديالو راه طاح. كنا كنبيعوها ب 40 درهم 50 درهم دابا 25 درهم كيدير الشتو. السادة كيدير 30 درهم دابا 15 درهم. الشرال كان كيعمل 30 درهم دابا كيعمل 20 درهم. بالنسبه للحوت دابا طاح الاثمنه، هذه ثلاث ايام باش طاح الاثمنه ديال الحوت. لا دابا باقي ما شفناش المقاطعه، الناس باقي كتجي كما عاديه من فوق العصر شويه كيبدا البيع والشراء، باقي هو هذاك الشيء اللي انا كنهضرك على البيع الحوت اثمنه. هذا الحوت طيح شويه وصافي، ما بقاش الحوت غالي بحال اللي كان شويه. المره الاولى كان الحوت غالي، ولكن دابا طيح شي حاجه مزيان. طيح الحوت دابا بحالنا خلوا له السلعه هذايا غيبقى يومين كيخنزلوا من الحوت غينقصوا له عرفت. السري خاصو يعمل ب 1000 فرنك 1200 هنا كان غالي. بركه على الشعب. خلي خناس حسين ان راه غالي هذا الشيء هذا بزاف للمواطن والربح ما كاينش. الاثمنه غاليه بزاف فهمتي، والمواطن ما كيقدرش يشري هذه الاثمنه هذه وما يقدش عليها فهمتي. الحملة كلها مزيانة في نفس الوقت، مزيانة حتى لينا عاود، الحوت كيرخص عاود. الحوت بيات هيدا، قليل اللي كيقرب له، قلت له الحوت كامل الحوت يرخص المعلمة. الحملة هذه خليه يعوم مزيان، خليه يخنس. ما كلا حتى شي واحد ما يقدرش يشري مع انه ما يفسد ويتسيب حليب ولا اي نوع شي حاجه. الحملة المقاطعة ان شاء الله ماش تنجح، تنجح بجهد الله عاد تنجح. بنادم كامل عينضم مع بعضو ما يبقاو شي ياكلوا هذا الحوت هذا وتيعوضوا لنا الثمن وساعة ناكلوها ان شاء الله. رأيي الحقيقة الله عاد نجح. عاد زيرو بالنسبة لي. وريني شي قانون، وريني السوباستا. يلاه راونا السوباستا باش تعطي لنا الطريفة، باش غتعطي لنا الدولة الطريفة، باش غنعدلها. غنعدل مديتي راسي. التانكيتي كتاكلوه وسطو كيجيكم غالي، ما تاكلوش التانكيتي، كيلو التانكيتي فيه طن السر ديال الحوت. اثمنه مناسبه والدراري كنتعاونوا معاهم، عندهم مشاكل، عندهم اسره وكذا. خصنا حنايا الشعب يعاوننا وحنا نعاونوا الشعب باش نقدروا على الله يكون هذا الشيء بالمستوى. لان دابا حنا هذه السياده كتسمى السايبه.